مثل ما بقولوا في يعني بالانجليزي somebody up there likes me، في شيء في شبح فوق بحبني. بدي اقول لك مين الشبح بعد شوي. Please welcome Mrs. Ghada Sadek Abella, founder and president of Pierre Sadek Foundation. مساء الخير واهلا وسهلا بالحضور المعنا الليلي. يسعدني رحب بمعالي وزير الثقافة الدكتور محمد داوود، اهلا فيك. معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السيدة ميشة دياب، صديقة. كل معالي الوزراء والسعادة، اهلا وسهلا فيكم. الزمن بقوي بس ما بينسي، ووقفت قدامكم الليلة للسنة الثالثة خير دليل على الرصيد الكبير اللي تركه بيير صادق للبنان. في كتير اشياء بتتغير وبتتبدل بهالحياة، وفي مواقف ومحطات بتبقى هي هي حتى مع مرور الزمن، بس إرث بيير صادق ثابت بتاريخ وطن وضمير كل حر. عايم بيير كانت الناس تسأل بعضها شفتوا شو رسم بيير صادق اليوم؟ واليوم صاروا يسألوا شفتوا شو كان يرسم بيير؟ بيير صادق كان جزء من يوميات الناس، رسماته الكاريكاتورية كانت لسان حال كل مواطن، وإصبع توما كان يلمس كل جرح بهالوطن، وقال له بيعرف قديه الجروح كتيرة. بيير صادق حمل قضية بريشة بعده الحبر فيها مليان، كان يسبق الحدث وكانت رسماته تصير هي الحدث. ولأنه عكتفنا وعد وبقلبنا حب كبير للوطن ولبيير، عم نجتمع للسنة الثالثة لتتويج فائز جديد لريشة بيير صادق. عم نفتش عناس بتشبه حريته، استقلاليته وشغفه والثورة يلي كانت بداخله. هيدا هو هدف الجائزة يلي سنة ورا سنة عم بتأكد لنا من خلال رسومات طلاب الجامعات والمستقلين كمان المشاركين معنا، إنه الرسم الكاريكاتوري بعده بعصب كل لبناني. اسمحوا لي أخبركم كيف بلشت مؤسسة بيير صادق من حزيران 2014 وكيف تطورت نشاطاتها. مؤسسة بيير صادق بلشت الفكرة قبل ما يتركنا بيير، لأنه بيير ترك حوالي 30,000 كاريكاتير، وكان بدنا يكون في عنا مثل مؤسسة تحافظ على الإرث الكبير. هالإرث هو منه ملكنا، هو ملك الناس ولازم يتشارك مع الناس، لأنه الأمور بلبنان بتعيد حالها. المؤسسة انطلقت ب 12 حزيران 2014، حوالي سنة بعد غياب بيير. ما في كتاب تاريخ موحد بلبنان، في كتاب تاريخ موحد بالكاريكاتير. نحن وقت بلشنا أول سنة جائزة ريشة بيير ما كنا عارفين حالنا لشو واصلين ولا وين رايحين، خصوصاً إنه ما بتعرفي إذا الطلاب الجامعيين بهمهم هالأمر. وقت اجاني اول سنه 124 تلميذ تشجعنا انه نكمل الجائزه. السنه الماضيه كانوا حوالي 140 تلميذ، والسنه صاروا بال217. في اهتمام من قبل الببليك اللي عم نتوجه له انه يشارك بهالمسابقه، وانه فن الكاريكاتير هو فن محبوب عند الناس. بقى نحن بنكون اذا بدك صله الوصل بينها وبين هالمؤسسات اللي بيطلبوا اشخاص يكون عندهم القدره يرسموا كاريكاتير. لازم نلاقي بيير صادق جديد لأنه في فراغ. بسمع كتير من الطلاب ومن إدارات الجامعات أنه مؤسسة بيير صادق أحيت فن الكاريكاتير. إذا منكتشف بيير صادق جديد يكون شيء عظيم، وإله أو إلها كل الدعم من المؤسسة على جميع الأصعدة. لبنان بحاجة لشخص كل يوم هيك يرن الجرس عند الناس ويقول لهم انتبهوا، اللي عم تشوفوه عم تقروه عم تسمعوه مش هذا هو الحقيقة دايما. هالمؤسسة وجدت لتكمل إرث بيير صادق،
ومشروعنا الجديد رح يكون إطلاق المجتمع الكاريكاتوري اللبناني The Lebanese Caricature Society يلي رح تحضن المواهب الخلاقة والطموحة وتدعم كل طالب وكل موهبة بعالم الكاريكاتير من خلال مواكبتهم بورش عمل، نشر رسوماتهم بمعارض جمعية وأيضاً تأمين فرص عمل لهالمواهب الناشئة. ولأنه مشروعنا فني ثقافي، وزارة الثقافة بتواكبنا دايماً، بشرفنا نرحب بوزير الثقافة الدكتور محمد داوود. تفضل معاليك الكلمة لحضرتك. مساء الخير. بس أنا قبل ما أبدأ بحب وجه كلمة صغيرة للسيدة غادة ولجميع القيمين على مؤسسة بيير صادق. أنا كمواطن لبناني عم بتفرج من بعيد بشعر بالفخر، بشعر بالاعتزاز لما بشوف إنه في مبدعين من بلدي عم يتكرموا بهالشكل، عم يتحافظ على إرثهم. وبتمنى هيدي الرسالة توصل لجميع اللبنانيين إنه نحن هيدول المبدعين، هيدول الناس هن إرثنا ولازم نبذل كل جهد لنحافظ على هيدا الإرث. شكرا لكم. أصدقاء وأحبة وعائلة بيير صادق، أيها الحضور الكريم، لم نرى الشارع يهتز يوما احتجاجا على رسم كاريكاتوري لبيير صادق. ليست هذه صدفة، إنه الرقي، إنه الدهاء، إنها المعرفة، إنه الاتزان والاحترام، إنها الصحافة اللبنانية بوجهها الحقيقي المهني والهادف، إنه التحليل الصائب، وهذه هي الثقافة التي نسعى لتكريسها. لا يمكن لجميع هذه الصفات أن تجتمع إلا في عملاق بحجم بيير صادق. يعلمنا كيف نقرأ صوتنا حين يخيم السكون والسكوت، ويلمس ضمائرنا حتى اليوم، ويمنعنا من المضي في الغيبوبة والاندحار. من أين نبدأ؟ أمن عقل الصحفي المثقف والمراقب السياسي الذي استثمر موهبته الفنية برصانة حاذقة وذكاء لاذع ليرسم بريشته حتى في أشد اللحظات بسمة على وجوه اللبنانيين؟ أمن ريشته الفريدة التي حولت السياسة والصحافة والتحليل إلى مادة فنية عابرة للخلافات والاختلافات، مستوحاة من هموم اللبنانيين أينما وجدوا وفي أي زمن؟ أم من إصراره على التطور وقدرته على أن يكون مبدعاً سباقاً ليصبح الرسام الأول الذي ينقل الكاريكاتور السياسي إلى الشاشة الصغيرة ويحركه فيحركنا، فيشهد العالم مجمعاً على إنجاز إعلامي لبناني بتوقيع لبيير صادق؟ السيدات والسادة، بيير صادق لم يمسح يوماً جوخاً لأحد، ولم يتملق مستواً سياسياً، بل رسم مقالته اليومية نافرة وواضحة وصريحة ومهذبة ومفاجئة، تستدرج ابتسامتنا رغم ما تضمنته من أعاصير وألم. يطول الكلام وقد لا ينتهي في من أرخ برسمه اليومي ولأكثر من نصف قرن حياة لبنان واللبنانيين، لكن الأهم يبقى ما تركه لنا بيير صادق، لا كأرشيف غني فحسب، بل كمجموعة قيم تبدأ عند أهمية الالتزام المهني والاستقلالية، ولا تنتهي عند إبداعه المبتكر في إعادة صياغة
السياسة خارج حدود فن المعقول لتصبح معه فناً بصرياً صرفاً. محقة هي مؤسسة بيير صادق في حرصها على تذكيرنا بأن أعمال من تحمل اسمه هي في صلب حياتنا الفنية والثقافية وحتى السياسية. ففي اختيارها عنوان الحريات لهذا العام ما يثبت العلاقة الموضوعية بين مكتبة بيير صادق الغنية وطموحات جيل شاب من الفنانين اللبنانيين. هذه الحريات التي صانها دستورنا جعلت لبنان منبعاً للطاقات والإنجازات على مر الأجيال وفي مجالات متعددة، وعلى رأسها الفن والثقافة. ولا بد هنا من أن نشيد بمؤسساتنا الثقافية، جامعية كانت أم جامعات أم جمعيات، التي بعملها الدؤوب ونشاطها تجعل من الحريات مادة للتفاعل الدائم والبناء بين الفرد والمجتمع والدولة، ونقاشاً دائرياً مفتوحاً ودائماً يغذي مستوى تفكير طلابنا وينمي حسهم النقدي وإبداعهم وشخصيتهم ومعرفتهم. وأنا يشرفني من على هذا المنبر، منبر بيير صادق، أن أتوجه إلى شباتنا وشباننا وأقول لهم بإيمان كبير أن النجاح وحده قدرنا، وأن الأمل يجب أن يبقى أهم عناصر قوتنا ويثبتنا في أرضنا. كفانا هجرة، فالبنية التحتية المادية هي بنية ظرفية يمكن ترميمها، أما أنتم ففي قلب تكوين لبنان، أنتم بنيته التحتية الإبداعية والثقافية والاجتماعية، أنتم الطاقة التي لا تنفذ والتي من دونها يفقد لبناننا أثمن ما لديه. سيداتي سادتي، لا يمكن الفصل بين الثقافة والحريات. هذا ما تثبتونه اليوم مرة جديدة عبر هذه المبادرة، وما نؤكده نحن كوزارة مهمتها الحفاظ على رسالة لبنان المعرفة في المنطقة والعالم. إن وجودنا بجانب المؤسسات الثقافية هو في صلب واجباتنا، ومواكبتها الدائمة وتسهيل عملها ودعم نشاطاتها سيبقى دوماً على رأس أولوياتنا. ونحن على قناعة تامة بأن غنى وتفوق إنتاجنا الثقافي والفني لا يعكس في النهاية إلا حقيقتنا، حقيقة صورة لبنان وقوته المستمدة من فرادة تعدديته وانفتاحه. عشتم، عاش لبنان الحرية. شكرا لكم. شكرا معالي الوزير. وقبل ما نتعرف على أعضاء لجنة التحكيم لهالسنة، بحب أتذكر أنا وياكم سيدي شاركت معنا بأول جائزة بال 2017 وكانت عضو بلجنة التحكيم، سيدة الفكر الحر، الأدب الراقي والكلمة الذكية، سيدة بتهذيبها وحريتها وعنفوانها تركتنا على غفلة. تحية كبيرة من قلبي وأكيد من قلوبكم كمان، تحية لمي منسى. مشوارنا يلي انطلق من 3 سنين ترفقنا خلاله مع أصدقاء من سياسيين، فنيين، صحفيين وإعلاميين، كانوا هن الحكم باختيار وغربلة المشاركين. والسنة كمان 9 أشخاص جدد رح يتولوا هالمهمة، فاسمحوا لي رحب بلجنة ريشة بيير لسنة 2019. وببدأ مع رئيس اللجنة لهالسنة معالي وزير الإعلام السابق ملحي مرياشي. الإعلامية جيزال خوري،
السيد إلي خوري رئيس مجلس إدارة كوانتوم جروب اند ام ان سي ساتشي مينو مظبوط. ميشيل حجي جورجيو صحافي ومحلل سياسي. عمر صادق خبير إعلامي وخيي كمان. ربيع الشاعر رئيس قطاع القانون العام في شركة عالم وشركاء. إيفان ديبس فنان ورسام. أستاذ دانيال جور رئيس إيدز كوميونيكيشن. أهلا وسهلا فيك. وتحية خاصة للوس موندور يلي بتمثل جامعة إستيان بباريس يلي ما قدرت تكون معنا الليلة لظروف خاصة. شكراً لجهودكم ودعمكم لجائزة ريشة بيير. جيل جديد ويكون مقتنع أنه الحرية شغلة بتتاخد ما بتنعطى، وإذا هو قرر يخدها رح يخدها. فالحرية أكثر شيء فيك تعبري فيها بالكاريكاتير وتزمطي. مطلوب من الجيل الجديد تيحصل على الحرية ما يقبل باستعباد السلطان لإله، لأنه في سعي دائم للسيطرة على الحرية لكبت الأنفاس سواء بواسطة المال أو بواسطة الأمن. بالسنوات الماضية كانوا المشتركين يعلقوا بشكل حر على حيال حدث حصل بلبنان، إن كان سياسي بيئي أو اجتماعي، ما كان في موضوع بيجمعهم أو فكرة واحدة يرسموا على أساسها. هالسنة حبينا نتناول موضوع واحد للمنافسة، موضوع بيجمع 350 متباري على فكرة واحدة، لنتعرف على 350 وجهة نظر مختلفة من خلال رسمتهم. طرحنا عناوين وأفكار كتيرة، كان بدنا شي يعمل فرق، موضوع من يومياتنا يحفز طاقات المشتركين ويطلع كل شيء في جواتهم. اخترنا عنوان واحد عيشني وسمعنا عنه كتير خصوصا بالفترة الأخيرة، الحرية. قدي بحياتنا بنحلم بالحرية، بنتأمل بالحرية، بنسعى وراها، حتى بدستورنا حرية الأفراد والمعتقد والدين مصانة، بس قدي عم نحقق من هالحرية؟ هل حرية الصحافة والتعبير موجودة بالفعل أو موجودة ضمن إطار محدد؟ وين احترام حرية المعتقد أو ضمانة حرية التعلم أو شفافية حرية الانتخابات أو حتى اختيار طريقة العيش والزواج؟ وبعد في غيرهم كتير. بعتقد أنه معالي الوزير السابق ملحم رياشي عنده فائض من الكلام حول هالموضوع. تفضل معالي. الأساطير الإغريقية بيخبروا عن قصة الإنسان كيف كان قبل ما تلعنوا الآلهة. يقال إنه الإنسان كان توأم، يعني ما في قدام وورا، عنده وجه من قدام ووجه من ورا، وعنده أربع إيدين وأربع إجرين، ولكن تكبر كتير على الآلهة، حس حاله إنه ممكن يصير إله، فلعنوا الإله زوس وقصموا شقفتين، ولعنوا لدرجة إنه يقضي كل حياته النص الأول يفتش على النص الثاني، ولما بيلتقوا هالتوأم بيتحقق وبتتحقق الألوهة والقدرة الفائقة للطبيعة عند الإنسان. بيير صادق ولبنان والحرية مثل هالأسطورة الإغريقية، عطول توأم عم يفتش على الالتقاء ولكن نادراً ما بيلتقي. نحنا قدرنا بلبنان من يوم ما خلق لبنان من أكثر من 5000 سنة ونحنا بنبحث
إنه تلتقي الحرية مع لبنان يرجع يلتقم التوأم. بس للأسف نادراً ما بتلتقي مع الوطن، بس عطول بتلتقي مع أشخاص. بتلتقي مع كتاب، بتلتقي مع شعراء، بتلتقي مع مناضلين، بتلتقي مع سياسيين، بتلتقي مع كتار من الإعلاميين، أبرزهم بيير صادق. تصير الحرية وراء القضبان بعض الأحيان، أو الحرية بالقبر. الحرية لما منناديها نادراً ما بتسمعنا، ولما بتسمعنا بتسمعنا بالأحمر بل بالأرجواني، وبتسمعنا بأصوات هالأشخاص، بتسمعنا بكمال جملات، بتسمعنا بالسيد موسى، بتسمعنا برفيق الحريري، بتسمعنا ببشير جميل، بتسمعنا بجبران، بجبران تويني، بتسمعنا بمي الله يطول عمره، بتسمعنا بكتار مثلهم، بتسمعنا بسمير قصير، بتسمعنا بجورج حاوي، بتسمعنا باللي راحوا هلأ واللي راحوا قبل واللي أخدتهم الحرب واللي أسماءهم كتار وكانوا حطب الحرب وحطب الثورة وحطب الحرية. بتسمعنا عطول بهالأصوات، ولا مرة بتسمعنا بصوت الوطن كله سوا، بس عطول لما بتجاوب على صوتنا وعلى نداءاتنا بتجاوب الأحمر، وما بتجي إلا لابسة أحمر. للأسف عطول بدأ أحمر تترجع تقوم وتحيا فينا. كل ما أجا الأحمر، أحمر الدم، بيجي معه الموت وبترجع تجي الحرية. نتمنى مع بيير صادق، مع هالريشة اللي بالفعل وزنها أتقل من وطن، وزنها أتقل بكتير من كتير إشياء، وزنها بيعمل وطن، مع هالريشة اللي هي إلهام لكتير من شبابنا الموجودين هون، ويلي بيعرفوا إنه الحرية ويشتغلوا على الأساس الحرية هي لبنان الرسالة، وهي التوأم للبنان، وهي لا إلى سقف ولا اسمها حرية مسؤولة. أوعى حدا يضحك عليكم بهالتعابير ما إلى لزوم. الحرية إلى معيار بس، ومعيار واحد، أداب التخاطب مع الآخر. حكي اللي بدك إيه، بس ما تخسر الاحترام لإلك والاحترام للآخر. عمول اللي بدك إيه، بس حافظ على هيدي الأداب، لأنه هيدي الأداب هي والحرية ولبنان والرسالة صنوان. وبس ما في شي بينقال بحضرة بيير صادق ميناتنا إلا عشتم ليحيى بيير صادق بيننا ويحيى لبنان. شكراً معالي الأستاذ ملحم رياشي. وقبل ما نتعرف على الفايزين وأعمالهم، اسمحوا لي أقول إنه الحرية أساس الكاريكاتير، أساس الفكر الحر الناجح، ومش الفكر التابع. ونحن طامحين لهالحرية المثقفة، الحرية العادلة والبناءة. في أوقات كاريكاتير ما كان يمرق، ما كان يمرق أبداً، لأنه كانت الرقابة تمنع صدور كاريكاتير. بتصور الكاريكاتير هو من أكثر الأدوات يلي فيك تعبري فيها عن الحرية. ما في قيد، ما في شرط. أنا ما بقدر أنسى الكاريكاتير اللي حاولوا يمنعوها، وهي الصورة الرسمية للرئيس أمين لحود. ما كان أبداً يغيرك ولا كلمة ولا كاريكاتير. إذا ما بدأ الرقابة تمرقها، ما تمرق بالمرة. في حرية وديمقراطية، بس كنا ندفع ثمن. هي رسمته كانت المقال اليومي. لو ما كانت هالقد بتأثر وما كان هو مقال الرأي الحقيقي، ما كانت عرض بيير صادق لسجن، لملاحقة، وفيما بعد لتهديدات. ومش بس هدد، كمان في أوقات أخذوه على المحكمة العسكرية وحكموا عليه شهرين حبس، بس مع وقف التنفيذ من وراء كاريكاتير عملها بسنة 68. حماية الحرية هو عطول بالمسابرة والعمل على حمايتها يوميا. الحرية ما فينا نحصرها لا يمكن لا بفكرة ولا برسمة، لأنه اسمها حرية. تنعبر عن الحرية بالكاريكاتير أو بالإلستراسيون، بدنا نفرجي أنه أصلاً بالواقع ما في حرية. صعب كتير صار قمع الحريات، منعت لين هم الجيل الجديد
كيف رح يحصل على حريته، بالعكس الهم هو كيف رح يقدر يحدد من حريته. إذا عن جد واحد ما بيحس حاله حر ما يعمل هيدي المهنة، يعمل مهنة تانية. ما إلا طعم الحرية إذا ما واحد بيعرف لشو تستعمل. أنا ما بعتبر في صحافة حرة، أنا بعتبر في صحفيين أحرار، وأكيد بيير صادق واحد منهم. وهلأ صار وقت توزيع الجوائز الفايزين، ورح نبدأ مع فئة الطلاب بدعي إيفان دبس وميشيل حجي جورجيو يتفضلوا على المسرح للإعلان عن الفائز بالمرتبة الثالثة للطلاب لجائزة ريشة بيير. فائز بالجائزة الثالثة عن فئة الطلاب تعطى للسيد برنار أبو عاصي من الأحمر. رسمته لبرنار خلتنا نفهم قديش في أيام العولمة أهمية إنه الحرية ما تتحول للسلعة، وإنه كرامة الإنسان أساسية، بلا كرامة إنسان وبلا حرية ما في نهائية الإنسان. فميرسي، ميرسي لك. Alors on a choisi ce dessin parce que il résume tout, la liberté dans un paquet plastique au supermarché. Merci. تنقيت رسمتي، صراحة ما كنت كتير متوقع إنه توصل الفكرة، بس إنه مبسوط إنه قدرت أوصل اللي بدي أقوله، ومثل ما قال إيفان إنه صارت الحرية مثل سلعة بلاستيك منبيعها ومنشتريها وين ما كان. بشكر إيفان دبس ميشيل حاجي جورجيو، مبروك للفايز بالفئة الثالثة. برنار مبروك. هلأ داني الجر وربيع الشاعر يتفضلوا لتسليم جائزة ريشة بيير للفائز بالمرتبة الثانية عن فئة الطلاب. جائزة ريشة بيير لسنة 2019، الجائزة الثانية فئة الطلاب، تعطى للآنسة نور أحمد من جامعة AUST. بالفعل لو بنشوف الرسمة، لأنه إذا في شيء المنتج الوحيد اللي بنبيعه بلبنان هو التعليم، وهيدا هو ثروتنا، واليوم التعليم عم تنفقد منه الحرية، وعم ينشال من الرفوف، وعم بيصير صعب انه نطاله. بالتالي اليوم نتمنى ان ترجع الحرية للمناهج الدراسية، للمدرسة الرسمية، للمدارس الخاصة والجامعات، بركي بنستعيد شوية من حريتنا. اللذيذ فيها هيدي انه عم تحكي مثل ما قلت معالي الوزير، وحتى كمان معالي الوزير، انه بتحكي عن ثقافة الحرية اكثر من ما بتحكي عن الحرية اللي مثل ما بيقولوا المطلقة او اللي عندها سقف او هيك، كمان ثقافة الحرية هي اللي وصلت. مبروك. في كتير خطر على الحريات بلبنان، كتير، لأنه دخل موضوع المدونات الإلكترونية، فيسبوك وتويتر، صار حتى المواطن إذا عبر عن رأيه صاروا بيتعاملوا معه كأنه عم بيتعاملوا مع السلطة الرابعة اللي هي الصحافة. من زيارة 12 جامعة سنة 2017 ل20 جامعة هالسنة، من 124 طالب مشترك بالجائزة
وقتها لهلا صرنا 217 مشترك لهالسنة. بال 2017 كان في 160 كاريكاتير وصلت لنا، وهالسنة صاروا 350. التنافس صعب والخيار أصعب، علما أنه سقف المشاركة عالي والمعايير المطلوبة منا سهلة. الخط الكاريكاتوري هو اختصار لكل خطوط الرسم. في كتير بحاولوا يشبهوا بيير صادق وهيدا شيء جيد، بس أفضل أنه يشبهوا حالهم، لأنه بالأخير المبدعين بيلتقوا على نقاط معينة بس ما حدا بيشبه حدا. مسابقة اليوم هي ممكن تجي بمحلها لحتى أنه نقول أنه نحن بحاجة بهالمجتمع لفنانين، بحاجة لمبدعين. طلاب المشاركين بالمسابقة السنة عددهم كبير، بتحس أنه في كم واحد وعندهم المجال إذا تسقفوا صح وإذا كملوا يطوروا حالهم صح. ما بعرف إذا في أشخاص بالجيل الجديد بيشبهوا بيير صادق، بس بعرف إنه في كتير أشخاص انسبيري من شغله وبيروحوا صوب بيير صادق. هذا الجيل أن يكون حر بتفكيره، حر أن يقول ما رأيه، طبعاً بكل احترام. هذا الشيء اللي علمنا إياه كمان بيير صادق. أملنا بهالأجيال الجديد وبس، وأنا مش حرزاني. أهم شيء إنه يكونوا بيقروا أو بيطلعوا، مش ضروري عبر القراية، في كذا طريقة تانية، ويكون عندهم معرفة قبل ما يحكوا عن الحرية ويفهموا شو يعني الحرية. في شباب، في طاقات بهذا المجال، وأساساً هيدي الجائزة دليل إنه في مستقبل وفي أمل. إذا منعطيهم مجال يقدروا يعطوا، إذا مش يومياً حسابي أسبوعياً يقدروا يعطوا كاريكاتير، هدول رح يوصلوا شوي شوي لنضج سياسي ويقدروا يعبروا مزبوط على الأشياء اللي عم بتصير حواليهم بالبلد. طاب ملعبهم لهول الأجيال الجديدة، مش ملعب حدا تاني. متطلبات تبع الكاريكاتوريست السياسي يكون محنك وقوي الملاحظة وما يخاف. وبيبقى عندنا جايزتين للمراتب الأولى، جايزة لفئة الطلاب وجايزة لفئة المستقلين. شو يعني فئة المستقلين؟ يعني أي شخص موهوب وبحب الكاريكاتير عنده فرصة يشارك معنا، وهالسنة 45 مشترك عن هالفئة قدموا 110 رسمة كاريكاتورية عن الحريات بلبنان. فمين هو الفائز الأول بالجائزة الوحيدة عن فئة المستقلين؟ بدعي رئيس لجنة التحكيم معالي الأستاذ ملحم رياشي والإعلامية جيزال خوري يتفضلوا لتسليم جائزة المرتبة الأولى عن فئة المستقلين. مساء الخير. إذن الجائزة اللي هي جائزة وحيدة للمستقلين، معالي الوزير تفضل. سيد مخلد حبيب. مخلد لازم أقول إنه قدم أكثر من رسمة، تقنية الرسم هي عالية جداً ومعنى كتير مهم لهالكاريكاتير. بحب إنه أنت تقول شو قصدك، نحن فهمنا إنه كل واحد بيعلي راسه وبينقطع راسه. ليه عملت هاي الكاريكاتير؟ هل تأثرت بحدا؟ لأنه كان دايماً باللجنة عنا سؤال، هل أنت تأثرت برسومات عالمية؟ فتفضل. أنا بدي أول شيء أتشكر، وبدي أحكي عن الأستاذ بيير صادق. إرثه الفني مستمر بهيدي المؤسسة العظيمة بإشراف السيدة الجميلة السيدة غادة صادق. تقول إنك من العراق. وأنا من العراق طبعا. بدي أريد أقول أنا اللهجة اللبنانية العراقية ملخبطة تماما، ما أعرف، راح أتكلم اللهجة البيضاء. فبيير صادق كان فنان عظيم، عمل تقريبا 30,000 رسم كاريكاتيري.
30,000 والكارير كان 50 سنة، لو قسمنا 30,000 على 50 سنة يطلع باليوم 2 كاريكاتير. 2 كاريكاتير لمدة 50 سنة، هذا ما يعمل إلا شخص عبقري، ما يعمل شخص طبيعي. الحرية بالنسبة للرسم أنا أشوفهم يعني رسمة تتكلم عن نفسها، يريدون خانعين، يريدون دليلين، ما يريدون أحد يتكلم بالحرية، ما يريدون أحد يرفع رأسه، يرفع رأسه ينقطع رأسه بكل بساطة وبكل سهولة. الفنان مختلف بهذا الشيء شوية تقريبا عن غيره. الفنان لا يطالب بالحرية، الفنان هو الذي يصنع الحرية. وقبل أعلن اسم الفايز بالمرتبة الأولى بريشة بيير للطلاب، بحب أقدم درع التقدير لشركة تاتش يلي واكبت جائزة ريشة بيير من انطلاقتها سنة 2017 وبعدها مستمرة بدعم هالريشة لنشر فن الكاريكاتير بلبنان. بطلب من السيدة غادة بركات سميتي مديرة العلاقات العامة والإعلام بشركة تاتش تتفضل لاستلام درع التقدير. أنا بالعكس أنا بدي أشكر مؤسسة بيير صادق ورئيستها غادة سميتي وعمر على الشرف أنه نكون نحن يعني مواكبينهم من أول المسيرة ومكافين الله راد بهالشي، لأنه نحن عنا إرث بيير صادق مثل ما عند كل اللبنانيين، بعتقد فريد من نوعه وما بيتكرر. Thank you. وصلنا هلا للجائزة الأولى للطلاب. أنا أول شيء بحيي شجاعتهم إنه عم يشتركوا بجائزة ريشة بيير. أنا وقت بروح على الجامعات مش كلهم بيعرفوا مين بيير صادق، بحكي عن بيير وبفسر لهم مين بيير صادق. أوقات كتير بيعرفوا بيير صادق وقت يسمعوا الموسيقى بس يلي كانت تمرق بآخر نشرة الأخبار، بتذكروا إنه وقتها كان لازم يفوتوا يناموا. بقى أنا بفسر لهم أول شيء أنا بحييهم وبتشكركم على الجرأة والشجاعة تشتركوا، وأكيد ما فينا نربحكم كلكم، بس أنا يعني بعرف إنه رح ضلني أتواصل معكم من خلال المؤسسة لنوصل سوا لنرجع نكون مثل ما انتم كنتوا تقولوا لي وقت انا بروح بزوركم بالجامعات انه مؤسسه بيير صادق احيت فكره الكاريكاتير بجيلكم، لانه انتم ما عشتوا جيل بيير صادق. هلا بطلب من الي خوري وعمر صادق يتفضلوا لتقديم الجائزه الاولى. جائزة ريشة بيير لسنة 2019، الجائزة الأولى فئة الطلاب، تعطى للآنسة نور عواد من الـ LIU باع. بتصور هاي الرسمة بخيانوها على نقطة مهمة ببلدنا، إنه الصراع اللي نحن عم نعيشه ببلدنا هو صراع فكري، وهو قرار لازم ناخده يوما ما انه ننتقل من مجتمع غبي لمجتمع ذكي بعد ما اخذناه. ما بيجوز بلبنان او بحيالله بلد مساله العنف الاسري، ما بيجوز باي بلد انه حدا يرفع ايده على حدا. شكرا. مش عم فيه اتنفس.
بس بعتذر، أنا الفكرة تبع الرسمي تبعي، مع كل احترامي يلا كل حدا أكيد بيفسرها شكل، وهي شيء أنا كثير بحب أسمعه من غيري، بس بعد بس فرجي رسمتي لحدا وأسأله شو فهمت منها. بس اللي أنا قصدته منها هو إنه كل إشي اللي أنا كتبته بالشعر هو كان مفروض يبين حكي، بس ما زبطش معي الفكرة. إنه الإنسان اللي بده يتحرر بده يتخلى عن كل الأشياء اللي علقت علي، اللي هو يحاول إنه يشيلها منه يتخلى عنها. والفكرة إنه من البقع والضربات اللي على الوجه، هي إنه في وجع صار لحتى وصلت البنت لحتى إنه تقدر تقص شعرها أو إنه تتخلى عن كل هالأشياء. في وجع لحتى الإنسان يقدر يتخلى عن كل هالأشياء والمبادئ والتقاليد وكل الأشياء اللي علقت علي، مش بس التقاليد، أنا قصدي الأشياء كلها اللي بتحدى من حريتها. شكرا. من أنا بس بدي أقول شغلي وحدي، أنا مش شاطرة بالسبيتشز أبداً، بس بدي أقول شغلي وحدي، هي إنه أنا بتمنى أكون أهل لكل النعم اللي انعطت لي لحتى أنا أقدر أعبر عن حالي، لأنه في كتير ناس مش قادرين يعبروا. فأنا بقدر إني واقفة بمطرحة أقدر أحكي، غيري مش قادر يحكي. فأنا بس إن شاء الله أكون قد هالشيء. أحد الأسباب اللي كانوا وراء أنه تربح الجائزة الأولى أنه بالنهاية الحرية ومثل الفن هو مضمون وشكل، احترمت المضمون احترمت الفكرة، وفي تقنية كان بالشكل. بالنهاية اثنيناتهم هن ثقافة الحرية والفن ثقافة. عم جرب ترجمها بالعربي ما بتزبط، بس رح أقولها بالإنجليزي. جملة علقت براسي نسيت اللي كتبها، culture eats strategy for breakfast. هيدي تقول كمان انه بما انه ثقافة الحرية مجزرة فينا، انا حاضر صرت كذا محاولة لطعج وتطويع الحرية بلبنان وفشلوا كلهم. اللي بدهم يجربوا بعد مرة ما راح تزبط معكم، طويلة عرقبتكم. Thank you. هو الكاريكاتير بيشمل كلمتين بس، يا مضحك يا مبكي. بيير صادق كان عنده شغف اسمه كاريكاتير، يعني بعرف انه بيير كان يفكر كاريكاتير، حتى اذا قاعد معنا كان راسه عطول يفكر شو معقول يعمل لبكره. الكاريكاتير كتير زئبقي، زئبق يعني تحبك النكته معك، بدي كملها لو في قصر بدي كملها. كتير بيير تهدد، بس هو ما كان يخاف، وهذا سبب من أسباب نجاحه. ما كان فيك تشتري ولا تبيعي ولا كان فيك تأثري على أنه إذا بيعمل هالكاريكاتير أو يغيرها، ما بيغير. هو اللي وصل الكاريكاتير من رسمة صغيرة لرسمة تنشر بآخر صفحة من الجريدة على 8 أعمدة. لما بدي فكر، في ناس بيقولوا لما بدي بيض بعصب، يعني ما بتيق شي حولي، لا موسيقى لا صوت لا حدا يقف على ايدي ولا شي. ما كان ياخد رأي حدا منا، كان الكاريكاتير بوقت بالجريدة كان يسكر الباب ويشتغل. هو اللي من خلال رسوماته كان لسان حال اللبنانيين ولسان حال بيير صادق كمان. أنا بحياتي لا كنت لا موالي ولا معارض، أنا مراقب وناقد. بوصف بيير بكلمة هي الصدق. ما كان كتير كلام، بس كان كل كلمة بيقولها بمحل. يعني حتى برحيل بيير صادق من عائلته بحس إنه نحنا بعدنا مثل نحنا كلنا بيير صادق صغار. خلينا نقول شو بقول لبيير صادق الجد، كنت حبيت يتعرف على إنجريد وبيير الصغير. أكثر شي بحب عائلتي بس، ومهتم بزوجتي العزيزة جداً،
وهي مهتمة فيه، يعني هالشيء متبادل. أنا عشت معك كل حياتي بفخر وباعتزاز، وكنت محظوظة أن أكون معك هالخمسين سنة اللي عشناهم سوا. الحرية إذا ما استعملتها بتعتق وبتدبل، فتحية للحرية اللي جمعتنا، تحية لبيير صادق. وقبل الختام بحب وجه شكر كثير كبير، أول شيء للحضور الكريم، لمعالي وزير الثقافة شكراً لحضورك، أصحاب المعالي الحاليين والسابقين، وأيضاً للإعلاميين، لإدارات الجامعات اللي بتستقبل مؤسسة بيير صادق سنوياً، لجنة التحكيم على دعمكم لإلنا. شكر كبير لعميد كلية القلبة بلمند أندري بخعزي يلي ويكبنا مع كل فريق العمل بالجامعة لإنجاز حفل جائزة ريشة بيير يلي تخصص وتخرج من هالجامعة بيير صادق أصلاً، هو تخريج جامعة القلبة. في عندي شكر لإير فرانس، للإل بي سي يلي بتنقل من سنة لسنة حفل جائزة ريشة بيير، لكل أعضاء مؤسسة بيير صادق. شكر الأكبر كمان للمشاركين، وألف مبروك للفايزين. وهلأ اسمحوا لي ادعي وزير الثقافة بعد مرة، لجنة الحكم والرابحين كلكم تتفضلوا على المسرح حتى ناخد كلنا صورة تذكارية، وكل سنة وريشة بيير صادق الحرة تجمعنا. صباح يلي عم بيحميني هو يلي هو القرار يلي ما اتخذ حد اليوم ضدي.